السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الأربعاء 15 ماي 2019 والساعة الحادي عشر والنصف بتوقيت الجزائر وهذا أنا أحدثكم من خلال صفحتي الفيسبوك واليوتيوب مباشر لايف أه. هناك كثير من القضايا أيضا لمطروحة هذا اليوم لكن ربما واحدة من القضايا اللي رأي عاملة قلق لبعض الناس وانزعاج وتهجمات وما نشرته اليوم على صفحة الفيسبوك حول نشر صور للجنرالات سأحدثكم عن هذا الموضوع بعد أن أمر على نقطتين أو ثلاثة في انتظار أن يتجمع المتابعين الأفاضل وتصل الأعداد إلى ما فوق العشرة آلاف في اليوتيوب وفي الفيسبوك في انتظار ذلك لدي نقطتين أو ثلاثة على السريع نقطة أولى تتعلق بشيء إيجابي صراحة كان تم اليوم وكم سعدت بذلك وأنا أشاهد أساتذة العلوم السياسية جامعة الجزائر الثلاثة كلية العلوم السياسية يختارون وربما لأول مرة في تاريخ العلوم السياسية على الأقل في الثلاثين أو سبعة وعشرين سنة هذه الأخيرة يختارون العميد حقا قد تكون تمت أحيانا نوع من الاختيار اللي كنا نعرفه كيفاش يتم يتفرضوا العصابة ويأتوا الطبالين انت باش يمروه وخاصة في العلوم السياسية أه حينما كنت أؤدي في الخدمة العسكرية في نفس الوقت أديت الخدمة العسكرية وكنت إن كنت في بنعكنون في لاغارنيزون كنت أه فوت الامتحان تاع تعال... الماجستير في العلوم السياسية ثمانية كان هناك مسابقة لدخول العلوم السياسية و خاصة أنا خريج المدرسة الوطنية الإدارة في الحقيقة أنا ما نحتاج ماجستير تاع العلوم ال... العلوم السياسية أنا ذاك لأن الوظيفة اللي كانت عندي أعلى حتى يعني حتى دكاترة ربما ما يدخلولهاش في وزارة الخارجية لأن إحنا كنا نخرج من المدرسة الوطنية للإدارة كدبلوماسيين مباشرة لكن مع ذلك حبي للعلوم السياسية خاصة أني في 82 كانت هي خياري الأول قبل أن أغيره إلى المدرسة الوطنية الإدارة فوت الماجستير يعني هناك والحمد لله الناس اللي كانوا معايا كنت طلعت أنا الأول على القائمة أنا ذاك وتستطيع الناس أن تتأكد منه موجود هذا في كلية العلوم السياسية ما أقوله لكن اللي فوجئت به هو أن ذاك الوقت لا سيكريتي ميليتير كان اسمها دي جي دي اس جي بي, اس. دي جي بي اس يعني في هذه الفترة وكانت كاينة دي سياسة فوجئت أن كي دي جي بي اس دي سياسة عندها اختراق هائل لكلية الإعلام ولكلية العلوم السياسية واكتشفت هذه من خلال مكتب لاغارنيزون يعني في نفس الوقت كنت طالب هناك وكنت شفت أسماء لدكاترة كانوا يدرسوا في العلوم السياسية وفي الإعلام كانوا عملاء عند الدي جي بي اس تخيلوا كم حزنت لذلك واحد منهم كان ساعة الصدفة أن يكون أيضا استاذي في, في, في تلك الفترة يعني. وأنا كنت عارف يعني عندي ملفه أنه كان كان اجون تعالى تعالى دي جي دي اس تاع لا اللي كانت تسموها لا ميليتار ميليتير في السبعينات يعني المخابرات وهذا لماذا ركزوا بكثير على العلوم السياسيه وعلى وعلى الاعلام لانه بالنسبه اليهم هذول هما اللي يصنعوا الراي فاخترقوا كثير من الصحفيين وكثير من اساتذه العلوم السياسيه وكانوا يفهموهم انه اذا حبيت توصل لازم تكون تخدم معنا باش يفتحوا مع قناه يولي مراسل في قناه فضائيه باش يفتحوا له لي بورص لي طونجي باش يفتحوا له منصب عالي يولي مدير يولي مسؤول يولي ممكن وظيفه في الرئاسه وظيفه في وزاره الخارجيه هذو السفريات للخارج يشروهم يشروهم ويركزوا اساسا على العلوم السياسيه فاليوم كنت سعيد جدا اني شفت ان اساتذه العلوم السياسيه اللي طبعا الاغلبيه هذو شرفاء واحرار ما فيهاش نقاش انا نتحدث على اقليه ارتبطت وربطت مصيرها بال بالعصابه بالمخابرات لان المخابرات في الجزائر ما تخدمش الدوله وتدافع على الوطن تخدم النظام القائم وهو الفرق ما بين المخابرات نتاع الدول المحترمه اللي تدافع على دولها وتدافع على بلدانها وتتجسس من أجل بلدانها ومصلحة بلدانها واقتصاد بلدانها وما بين مخابرات الدول المتخلفة هذه اللي تخدم أنظمة والبارح كانوا يتعبدوا بصاحب الكادر اليوم يتعبدوا بصاحب الرونجيرس هاي المشكلة أما بالعكس احنا لو كان عندنا مخابرات وطنية لتحمي الاقتصاد وتحمي السياسة وتحمي المجتمع وتحمي من التدخلات والاختراقات هذه ندعمها هذه نشجعها هذه نريدها لكن للأسف مخابرات البلاد وهاو الدليل الدليل الان من صاحب مول رونجيرس هاو قايدهم يعني قايد صالح هاو مدخل رئيس المخابرات اللي قاعد 25 سنه مدخلوا للحبس واللي خلفه طرطاق صاحب مول الشينيون للحبس يعني المجرم توفيق والمجرم طرطاق هذه مش انا نقولها اليوم انا قعدت نقولها 25 سنه 24 سنه 24 سنه بالرغم من البروباغندا تاعهم يقول لك اه ودافع للتوفيق يعني انا انا ندافع للتوفيق واحد مثلي يدافع للتوفيق ما هو كل الدولة القائمة هذه دولة التوفيق ودولة بوتفليقة من بعده اذا اليوم اللي يقول ان توفيق مجرم رئيس مخابرات لـ 25 سنه وترتاق مجرم مولاهم صاحبهم صاحب مول رونجيرس لكن لما تجي تنصح وتفهمهم تقول لهم اوكي هؤلاء الجنرالات كانوا هما حاكمين البلاد واليوم هاهم متهمين بالاجرام وفي السجن وراهم تحت التعذيب بالمناسبه يعني يعني كي توفيق كي ترتق. راهم كلاو الضرب حتى نشبعوا وهذا هذا نحن لا نقبله لا نقبل تعذيب اي انسان طرطاق كان يقطع الناس عيونها بالشينيول نحن لا نامن انه هو كان يقطع الناس عيونها بالشينيول وبال بال... بالسلك نحن نرفض ان يحدث له ذلك نرفض حتى ان يضرب شوفوا الفرق بيننا وبينهم الفرق اننا نحن لا نؤمن بالانتقام نحن لا نؤمن بالانتقام نحن نؤمن بالعداله نحن لا نؤمن بالتعذيب نحن نرفض نحن نرفض أن يعذب قط. دخلت امرأة عابدة من بني إسرائيل النار في قطة حبستها فلا هي تركتها تأكل من خشخاش الأرض ولا هي أطعمتها. امرأة متعبدة دخلت النار في قطة ودخلت عاهر من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته فاسدة كانت عاهرة لكنها ربي يدخلها الجنة وهذا كلام الذي لا ينطق على الهوى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى أدخلها الجنة لأنها أعطت الماء لكلب كاد أن يموت عطشا ها هو الفرق بيننا وبينهم اليوم على توفيق وسعيد وترطال كلهم تعرضوا للضرب والتعنيف والتعذيب ونحن نرفض ذلك نحن نريد محاكمتهم وإذا وجب إعدامهم فليعدموا لكن من طرف القاضي العادل ما هوش قاضي تليفون ماشي كنا في قضاء تاع تليفون تاع ترطاق والسعيد والتوفيق والجماعه نولوا في قضاء تاع تليفون تاع قايد صالح وجماعته لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز الدول تبنى على الحقيقه تبنى على العداله تبنى على الثبات لا تبنى على الانتقام وعلى التعذيب ها هو الفرق بيننا وبينكم إذا قلت باش نرجع لجماعة العلوم السياسية فكان الاختراق كبير كبير جدا اليوم عين على رأسها رجل نظنه من الصادقين الصالحين والمقاومين وهو سفيان سخري فنتمنى له طريق سليم ونعرف أن الرجل مقاوم شرس وسيكون في المستوى إن شاء الله إذا أخطأ سننتقده إذا أخطأ سننتقده نحن هكذا حينما نرى واحد في الطريق الصحيح نشجعه، إذا رأيناه في الخطأ ننتقده، هذه هي هذا هو هو الفرق. أن تكون عادل مع خصومك، مع أصدقائك، مع حلفائك، مع أعدائك. العدل، الإنصاف، أعظم قيمة بشرية. وهي أعظم قيمة في الإسلام، وهو العدل. آه كان هناك أيضاً اليوم أخبار، قال لك كوندور، كوندور تفتتح أكاديمية كوندور في البرج. كون دور هذه اللي ما يعرفهاش هي للص بن حمادي أنا حينما أقول هنا اللص فأنا لا أقول كلام هكذا أنا أعرف أني مسؤول كل كلمة أقولها أمامكم أنا مسؤول عليها قبل أن نكون أمامكم وأمام التاريخ أمام الله سبحانه وتعالى ولذلك حينما أصف واحد بشيء أنا على يقين أن نفعلها لكن يبقى أنه هل كلامي هو الذي يثبت عليه؟ لا القاضي العادل هو الذي يثبت هذا لكن ابن اولاد حمادي لصوص ونهبوا البرج واستضعفوا اهلها وخربوه وكل شيء اذا هذا هذو ولاد هذا هذا بن حمادي حبوا يخترقوا البرج لان البرج برج بوعريريج واحده من اعظم مدن الحراك بعد العاصمه فحبوا يخترقوها فحبوا يدوروا بخوتنا اولاد الجباس اولاد جباس احرار شرفاء الاغلبيه الغالبه منهم لا شك فيه لكن البعض ربما بطبيعة الحال في كل مكان هناك دائما في أسرة واحدة تلقى القوي الفاهم العاقل وتلقى الضعيف وتلقى النص نص إلى آخره كاين يعني البعض منهم قدر يتلاعب بهم هذا بن حمادي لكن الحمد لله الأغلبية انتبهت وفطنت وفهمت من أن بن حمادي كان يتعبد بالكادر لأنه كان يعطي سمح له باش ينهب بالملايير الآن حب يتعبد بالرونجيرس فرح جاب لهم بقرة ولا زوج ردوها للناس ردوها للناس فحي الله أولاد الجباس الأحرار حي الله أحرار البرج في حي الله القائمين على الحراك في البرج واستمروا أنتم في المستوى استمروا مع كل إخوانكم وتعاونوا أولاد الجباس وغير ولاد الجباس كل أحرار البرج في الحقيقة إذا قال لك راح يفتح يفتح أكاديمية هذا اللص يفتح أكاديمية شوفوا التلاعب شوفوا التلاعب وهنا نعرف أن جزء كبير مما يقول أنه ينتج من تلفزيونات وتليفونات هما تاع تشاينا يعني مستوردهم من تشاينا ويضع عليهم كذا وخذ اللي يسوى ب دولار بيعه ب 500 دولار واللي يسوى ب 150 دولار بيعه ب 900 دولار وهكذا وكان كان فيه ايضا حطينا بعد ندخل في موضوع الجنرالات اللي اللي كثير من عبيد الرونجيرس انزعجوا طبعا انا حينما انتقد عبيد الرونجيرس والذباب الالكتروني راني لا انتقد اللي يختلفوا معايا في الراي أنا أحترم الرأي والرأي الآخر وأحترم من يعترض من يعترض على رأيي إذا كان له بالفعل موقف نابع منه أولا ثانيا كان له حقيقة ما يقدمه ليس أي كلام نتاع الذباب الإلكتروني هذا ولا الذباب الحقيقي حتى ليس كلام فارغ وفضفضة ويتكلم ساعة بلا ما بلا ما تدي منه واش يقول ما تفهمش البارلينور كورياندير كما يقال بالفرنساوية يعني مش هذون هذون ما وخاصة أولئك الذين كانوا ضد الحراك، ضد ثورة الشعب الجزائري. هؤلاء لو كان عندهم شرف كلمة واحدة، كان عندهم ذرة من الكرامة، ذرة من الشرف، كانوا اختفوا، اختفوا نهائيا. اختفوا. كنتم ضد ثورة الشعب الجزائري، كنتم تقولوا بأن بأن الشعب نازل يخرج، كنتم تخوفوا في الشعب، كنتم تقدسوا في الكادر، تقدسوا في مول الرونجرز، قدسوا خرج الشعب. وما لكمش والان راكم تخلو من باب اخر، الدفاع عن الجيش، الدفاع كذبتم، حق يراد به باطل. نحن اقدر على الدفاع عن الجيش. ونحن نحن افهم للجيش، جيش حقيقي مش كمشه من الجنرالات المتلاعبين. ومع ذلك ليسوا كل الجنرالات. اذا حطينا الجنرال حطيت بعض الصور تاع الجنرالات من بين اول ملاحظات، اه قال لك غلط في واحد منهم، واش اسمه؟ اسمه محمد صالح بيشا. قال لك راهو هذا نحاوه اي نعم نحاوه لما كان مدير الخدمه الوطنيه لكن بعد تنحيته من مدير الخدمه الوطنيه عينوه مدير المستخدمين واللي ما عندوش دليل ما كان يتكلم لان باختصار بسيط هالصور الصور تاع الجنرالات اللي اثارت ضجه عند بعض الناس وقال هاهو يحب يقسم الجيش يحب يضرب قياده الجيش يحب لماذا هؤلاء منشورة صورهم من صورة صورهم روح لجوجل اكتب أي اسم واحد يخرج لك اسمه ثم منشورة في جريدة مجلة الجيش هذه البوق نتاع قايد صالح اللي قبل عشر أيام تسب في الناس واللي خلات الناس الجمعة اللي فاتت يخرجوا من بين هذا السبب الجمعة هذه الناس تزيد تغضب منكم بسبب هذا الذباب نتاعكم الحقيقي والإلكتروني لأنكم راكم مش راكم يديروا اللي مش فاهمينها راكم تخلوا الناس تجي تتشدد ضدكم لأنكم نشرتوا عشرات الآلاف عشرات الآلاف وليس في هذا أدنى مبالغة راني نشوف الصفحة نتاعي عشرات الآلاف من الذباب الإلكتروني اللي أكثرهم بوت بوت بمعنى آلة يحطوا لهم مئات تعليقات وتبدأ تلك الآلات تأخذ من التعليق ولذلك أنت تشوف تحط موضوع على أي حاجة تحط آية قرآنية يجوا يبدأوا يسبوا لماذا؟ لأنهم بوت أكثر منهم ما همش هم حقيقيين مش بشر ينقل عنده 100 ولا 150 تعليق كل دقيقه يرفد واحد ويرميه باسم باسم هكذا انت الاسم تشوفه جزائري الاسم الصوره الى اخره لكن هذيك الصوره والاسم راه عندهاش علاقه بال ما عندهاش علاقه بهذا البوت بالالات وكاين البعض اللي هما بشر وطبعا كاين دائما عبيد الحاكم عبيد الحاكم هذون هما مدخليه لكن المدخليه الناس احيانا يشوفوها برك في بعض بعض الملتحين لا المدخليه الملتاحين هذا جزء من السلفية سلفية بريئة منهم السلفية الحقيقية بريئة من المداخلة لأن المداخلة هما هما صناعة السعود صناعة المخابرات السعودية اللي نشرتها على كل الدول العربية وخلاصة المذهب المدخلي أنهم يقدسون الحاكم حتى ولو كان بريمر في العراق أو نتنياهو في, في, في إسرائيل واحد مرة جادلني قال لي حماس مجرمة وكافرة قلت له علاش حماس فلسطينية في 2008 ولا 2009 قال لي انا مخرج على ولي الامر قلت له بصح عباس موش ولي امر يعني كان نقاش انا وكان صديق نناقشوا فيه موش عباس موش ولي امر قال لا موش عباس قلنا له من قال اول مارت, أول مارت حاكم اسرائيل لازم تخرج عليه حماس تخيلوا هذه المداخل الان عندنا مداخل علمانيين عندنا مداخل ليبراليين عندنا مداخل شيوعيين بمعنى اللي الحاكم وطبعا عندنا اللي قدس الحاكم لانه هو في راسه عبد ما عندوش الكرامة، ما عندوش الشرف، ما عندوش الحرية، لا يأمن بها، لا يعرفهاش. هو بالنسبة ليه الحاكم هذا إله. تلقاه بالعكس يعصي الإله ويتعبد بالحاكم ويقدس الحاكم. لأنه لم يتعلم حاجة اسمها الحرية. وكم كم من بشر حينما ترفع له راية الحرية يرفع لك راية العبودية ما يعرفوش إذا هؤلاء ما لقوا الدنيا في الانترنت ما نتكلمش على الذباب الإلكتروني كما قلت أكثرهم آلات لكن نتكلم على بعض منهم ملأوها الدنيا زعيقا وخاصة بالصفحات اللي شراتها المخابرات شراتها مرات قهرا ومرات فهاني حطيت بعض النقاط باش ما ننساهمش خلينا نشوفهم مرة مع دقيقه قال لك اذا هؤلاء قال لك راهو يحب يقسم الجيش لماذا لاني نشرت صور جنرالات لماذا طيب انا نشرت صور جنرالات وش فيهم قلت الناس يرفدوا يوم الجمعه وش قلت قلت لهم سبوهم هل يثبت واحد اني قلت له قلت لهم سبوهم قلت لهم تهجموا عليهم ما عدا القايد صالح القايد صالح سيرفع الناس شعارات ضده في كل وقت يخرجون لان القايد صالح متلاعب ومش فقط متلاعب وفي ايدي امراء الامارات الان عندنا الدليل الثابت انه في ايدي امراء الامارات وخائن القايد صالح خائن القايد صالح مصيره وانا نقولها لكم ناكدها لكم مصيره سيدخل يكون بجنب توفيق وجنب طرطاق في الحبس في اضعف الحالات لانه خائن لانه يخون في الوطن ويخون في البلد ويتلاعب وهو عمره 80 سنه رسميا مولود في جونفي 1940 79 سنه وثلاث شهور ولا اربع شهور هل شفتوا عسكري في العالم عسكري في العالم عمره 80 سنه اعطوني واحد عسكري جيبوا لي واحد عسكري في العالم عمره 80 سنه بل 75 سنه هاي ننزل لكم خمس سنين ايش هذا ايش ال... هذا ال... هذا الخضوع ما هذه السقوط ما هذا البؤس وجود قدسوه أما الجنرالات فأنا وضعت أسماء أضمعت صورهم وأسماءهم لكن لم أقل كلمة سيئة في أحدهم حتى انتقاد لم أقله قلت فقط أن هؤلاء يحكمون البلاد ومن حق الشعب الجزائري أن يعرف من يحكمه كيف؟ دركا كيف؟ تحكموا البلاد وما نعرف لكم شكون ديرونا كيما توفيق 25 سنة والله يا إخوان غير قعدت سنوات وأنا الناس يكتبوا لي لي توفيق هذا لا يوجد انت راك تحكي لنا على توفيق 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 لا يوجد وهذا كثير من الناس كانوا صادقين كانوا صادقين ما شافوهش الى غايه ان اخطا او درهب العاني خالد نزار اصدر كتاب وواحد ولا 2002 وكان فيه صورة توفيق فوريناه الواحد عسكري يعرفه قلنا له هذا التوفيق قال هو فخرجناها من من الصوره كان صوره صغيره كبرناها ولوناها حتى نتوما تشوفوا الصوره بالاخضر هذه الصوره خرجت من عندنا انا والمساعد نتاعي رجل فاضل يعني ساعدني لسنوات وما زال يفعل والان يفعل حتى بدون مقابل اذا قلت آه احنا خرجنا لان هؤلاء يحكمون البلاد ما دام راهم يحكموا قلنا الجزائريين ها هم اسماء الصور وحتى لما قلت ارفعوا صورهم يوم الجمعه لما اقول هجموا بالمناسبه يا اخواني من فضلكم لا تهاجموا اي جنرال خارج القايد صالح لان احنا نعرف حتى في الاسماء اللي حطيتهم انا انا ما حطيتش كل الجنرالات اولا الجنرالات كلهم هم 440 واللي حطيتهم هما 20 وحتى في النافذين ما حطيتهمش كلهم كأن بعض الاسماء ما حطيتهاش لكن حتى اللي حطيتهم راه بعضهم راه يحاول يجد حل حتى نكون منصفين وهم يسمعوا فيهم وهم عارفين على ما نتحدث لاني اعرف ما يجري من نقاشات بينهم راني مانيش حاب نحط التفاصيل لان هذا يجب ان نضمن مصادري ومصادر بالنسبه لي اكثر من الحفاظ على نفسي وحافظ على مصادري اكثر من الحفاظ على نفسي عندي وعشرين سنه والناس يتصلوا بي من اجهزه الدوله في الادارات في الجيش في السفارات في القضاء والحمد لله لم يعتقل شخص واحد ولله الحمد إذا النقطة الأولى والأساسية أننا خرجنا الصور ولم ندعو الناس أن يهاجموه وأنا ها أنا إخواني لا تهاجموهم إذا رفعتوا صورهم أنا وضعتهم لكم هناك باش تعرفوهم وباش يرفعهم منكم يوم الجمعة يقدر يشرح للناس في الحراك أو في المظاهرة أن هؤلاء يحكمون البلاد هذا مكان ونحن ندعوهم بالمناسبة من هنا من فضلكم يا جنرالات البلاد اوجدوا حل لان قايد صالح راهو دايل البلاد للتهلك راهو مش عارف شنو يدير وراهو يضغطوا عليه وراهو هو ما عندوش المستوى انتم ما تعرفوه مستوى تاع رابعه ابتدائي ما كملهاش وفهمو مع محدود وسنو كبر وعقلو ما عادش يرفد ولا ينسى كثير واللي يمشيه كما يحب وجبان حسب كل اللي يعرفوه واللي ما يصدقنيش روح يقرا واش قال عليه جناب الحديد قبل ربع سنوات مش الان جناب الحديد اللي راه مدخلين للسجن ما دخلوش للسجن لان جناب الحديد هدم بيوت في بشار لا دخلوه للسجن لانه انتقد بالعكس حاول يجد له حل للقايد صالح لكن القايد صالح يريد ان ينتقم منه ما عندوش حل مع بن حديد ويطلع واحد يسب بن حديد ويقول لك عميل فرنسا تشهد امام الله انت انه عميل فرنسا شوف انا ها عندك انتقدوا لكن انتقدوا فيما فعل ولا انتقدوا فيما لم يفعل بن حديد ما هوش عميل فرنسا الجنرال بن حديد الجنرال بن حديد وطني وان اخطا الطريق لما مشى مع الانقلابيين الجنرال بن حديد اخطا في بشار ولكنه اصاب استقال في 96 لما شاف البلاد راح للتهلك ولذلك نحن منصفين منصفين مع الذين نخاصمهم ومنصفين مع الذين نصادقهم ثم قال لك الجيش يجي هكذا يقول لك القايد صالح هو من يحمي الحراك اه القايد صالح هو من يحمي الحراك هل القايد صالح قال مغرر بهم او لم يقلها هل قال محرضين ام لم يقلها هل قال قبل اسبوعين فقط ان ما يجري هو مؤامره ام لم يقلها كيفاش قايد صالح من الحراك الحراك هو اللي حرر القايد صالح من قبضة السعيد السعيد اللي كان يحكم باسم خوه ست سنوات كاملة والقايد صالح يتحيله يقردفله إذن اللي حرر القايد صالح هو الحراك هو الشعب واللي خلى القايد صالح يحط توفيق وطرطاق والسعيد في الحبس هو الشعب وليس العكس حتى لا تخادعوا البسطاء من العقول ثم يجي يقول لك اه قايد صالح لما يطلق رصاص على الشعب على اخويا على الجيوش هذه مديوره باش تقتلنا ولا ياك هذه الجيوش مديوره باش تدافع علينا ولا شغل كون واحد يمشي نشوفوه يمشي على رجليه نقول له، اه هذا يمشي على رجليه هو طبعا يمشي على رجليه طبعا الجيش ما يطلقش الرصاص على شعب اه ذكرتوا التسعينات ما هو قايد صالح كان في قلب ال انتم القايد صالح الا راكم تقارنوه بالتسعينات وتقولوا اه هو اليوم مش كيما كبرنا في فرنسا ما هو كان كابران عن الكابران تاع فرنسا وكان مع الانقلاب وكان قائد القوات البريه ثالث منصب في الجيش راه عندكم مشكله يا ذباب القايد صالح سواء الذباب الحقيقي ولا الذباب الالكتروني عندكم مشكله القايد صالح ساهم في قتل الناس في التسعينات وشارك في قتل الناس في التسعينات وذكرت انا مره اسمين فقط لانه هو أعطى الامر المباشر لليتنون كرون الخدايرية باش قتل الامام وليتيم شقيقين اعتقد ان اسمهم ليتيم وواحد ثالث اسمه الامام وهنا نعطيكم الادلة وهذا فقط لو كان يتحكموا عليهم القايد الصالح يدخلوه للسجن فقط على هذا لو كان كاين عدل صح اذا ما أن الجيش ما يطلق رصاص على شعبه لان هذا الجيش لن يطلق الرصاص على شعبه هذا الجيش اللي راه درك فايق هذو اللي راهم يسمعوا فيا الان وراهم في الثكنات الثكي... وفي الحدود اللي تنقصوا الانترنت باش ما يوصلهمش الصوت ومع ذلك هاو الان فقط وانا نتحدث معك ماهم 13000 في اليوتيوب وهاهم 14500 في فيسبوك برغم كل الضغوط برغم كل تخفيض الانترنت برغم وصلتوا يوم 21 فبراير ليله الثوره ليله الانتفاضه ليله الحراك انك مقطعت الانترنت لمده ساعه ونص الوقت اللي كنت نتكلم فيها انا وتكلم بعدي امير او قبلي لا اتذكر وصلت انك مقطعت الانترنت وهذا مسجل عالميا مسجل عالميا ان في ذلك اليوم الجزائر ما كانش فيها الانترنت لاكثر من ساعه ومن يريد ان يبحث يجد دليل ويبحث عليها النقطه الاخرى الذي آه... اليوم اللي راهم يقولوا قايد صالح قايد صالح ويتعبدوا به قال لك لانه الجيش اصبح نوفمبري وباديسي ما شاء الله ما هو الدليل ما هو الدليل ان اصبح نوفمبري وباديسي قالوا لكم قولوا نوفمبري وباديسي اصبح نوفمبري وباديسي تعرفوا انتم مش... اش كنتوما كيفاش اللي راكم تقولوا الجيش اصبح نوفمبري نحن نوفمبريون حركه رشاد نوفمبريه صح نوفمبريه الثامن بنوفمبر حقيقة بالدلائل والثبات والكتابات والأقوال وتصريحاتنا كلها وروحوا جيبوا ما تفبركوش برك كما اللي فبركتوها اليوم فبركها واحد جايب هكذا صورة جريدة يهودية وحط فيها صورة نحنا خمسة من قيادة حركة رشاد نحى صورة أخونا عباس عروة وحط صورة برنار هنري ليفي وقال لك هاهم معاهم مصورين وصورة يهودية كي فبركوا حاجة مليحة ما هو الناس بسرعه راحوا جابوا الصوره وحطوها وقال لكم هاي فبركة طبعا هذا اللي دارها اسمه الاخضر وراهو في بريكسل هاني ما نذكرش اسمه كامل باش ما نبهدلوش اسمه الاخضر صحفي في بريكسل كان نهب الاموال مع صاحبه وسموه عزوز من سلطه الضبط السمعي والبصري وهرب لبريكسل هو يقول هذا الكلام هو يقوله والان يفبرك علينا بهوري ليفي هوري ليفي هو من اشد اعداء اعدائي وأتحدّاكم ان تجدون لي مع صوره ولا كلمه بالعكس كل ما تكلمت عليه هاجمته لانه صهيوني وانا ضد الصهيونيه ولانه كان مع الجنرالات في التسعينات وانا ضد ما فعل الجنرالات في التسعينات لعل شباب كثير ما يعرفوش ان الجنرالات جابوا زوج صهاينه فرنسيين واحد اسمه اندري غلوكسمان واحد اسمه برناوري ليفي هذا برناوري ليفي وجابوهم لما كانوا يذبحوا في الشعب كانت المجازر في العاصمة وفي وهران في في غليزان وفي البو المدية وفي البليدة لما كان القتل وعند دفلة لما كان القتل آنذاك جابوا هذا الزوج جلوكسمان وهنري ليفي وخالدة مسعودي والمجموعة وجايبينهم وقال لك هونري ليفي راهو يقول باللي لا اللي قاموا بهم الإسلاميين كيفاش درت باش عرفت؟ آه قال لك أنا رحت سقسيت شوية القرويين سقسيت القرويين القرويين يجيبوا يجيبوا معاك جدارمية ويجيبوا معاك الكاميرات راح يقولوا لك شكون فعل ها الحقائق يا اخوان باش ما يخدعوكمش باش ما يخدعوكمش نحن في زمن القريه الواحده القريه الصغيره خلاص ما ناش في زمن العتمه زمن البروباغندا قال الجاي الصالح ضد فرنسا ضد فرنسا شوفوه كيفاش مستقبل قائد الجيوش الفرنسية قريب يطير فيه شوفوه كي مع أمير ال أمراء الإمارات كيفاش يعود داير يصغر أمامهم حجمه يتقلص وهو الخشن الثقيل شوفوه الحمد لله أننا في زمن بالرغم أننا لا نملك قنوات ولا نملك جرائد ولا نملك مواقع إلا حوايج صغيرة لكن صفحات فيسبوك ويوتيوب أرعبتكم خلاتكم تصرفوا الملايين من الدولارات في الداخل وفي الخارج باش سكتوا الأحرار لن نسكت ما دام في جسدي روح تدخل وتخرج فوالله ما سكت عن حق أبدا أبدا ولو كان ضد والدي أو ولدي هؤلاء اللي يقولون نوفمبريين يفكرون بجماعة الجمهوريين لريبيبليكان تاع الكادر لي للديميقراط في الحقيقة اللي خرجوا يشجعوا في الدبابة نزار أنا ذاك في التسعينات خرجوا هاد لي للديماغوغ دي كريمينال اللي سموا روحهم لي خرجوا يشجعوا في نزار باش يقتل الجزائريين وفعلوها بينما ليفري ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر منهم مهري رحمه الله وأيت أحمد رحمه الله وهم وهم كريمين وعظيمين من الثورة الجزائرية كانوا ضد الانقلاب بالرغم أنهم كانوا هم الخاسرين أيت أحمد ده 25 مقعد والمهري ده 15 و16 مقعد 16 مقعد لكنهم وقفوا ضد الانقلاب لأنهم كانوا عارفين ما معنى الحكم العسكري حكم الجنرالات فكانت كازيرنا يديرها لك ولذلك الشعارات الجميلة في الشعب الجزائري هذه جمهورية ماشي كازيرنا ومدنية ماشي عسكرية هاي هاي الحقائق اليوم أيضا نوفمبريين الحقيقيين سواء كانوا داخل جبل الإسلامية او كانوا بعض بعض الاحرار المستقلين او كانوا بعض الديمقراطيين المستقلين او كانوا في رشاد او كانوا في اي مكان او الشعب كله يقف ضد الحكم العسكري اللي راهم بعض الناس يحبوا يديروا لنا رونجيرس واحد اخر تاع التسعينات تعبدوا بنزار ألفين 2019 وبداوا بالحقيقه من الـ 2015 يتعبدوا بالقايد صالح لا لحكم الرونجارس لا لحكم الجنرالات نعم الجنرالات إخواننا ما داموا قاموا بأعمالهم في الثكنات تدخل من الثكنة تصبح سياسي تصبح سياسي معناها معرض للانتقاد معرض للحديث معرض لأنك راك تأخذ في السياسة بعد السياسة ما تكلموش عليك عندما تعودوا إلى ثكناتكم لن نذكركم إلا بخير أما وقد دخلتم في حياة الناس في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في الحكم فإنكم أنتم ستعرضون أنفسكم للانتقاد والانتقاد الشديد مع ذلك مرة أخرى أجدد وأشدد على إخواني لا تشتموا جنرال خارج القايد صالح حتى الجيت صالح ما تشتموش لأنه شتم لكن انتقدوه أنا حتى ذي كلمة بقرة بقرة الأركان ما نحبهاش ومرات يبعثوا لي الناس بعض الرسائل باش نـ باش نـ باش نشيريها. لما نشوف كلمة بقرة الأركان ولا كلب الأركان ما من نشيريهاش لما كلا يا أخواني ما تحتاجوش ما تقول عليهم لا بقرة ولا كلب ولا ما تقولوش قولوا وش فيهم برك قولوا فيهم لصوص قتلة هذه موجودة خاونة هذه موجودة لكن الجنيات الآخرين قلت خارج قايد صالح خلوهم لأننا بعض فيهم نأمل فيهم خيرا ولعلهم يتذكرون إذا كما عشنا لفوق ديموك... ديموكرات في التسعينات هانا نعيش اليوم لي فو نوفمبريست سيست اللي راهم يكذبوا على الناس نوفمبريين الحقيقيين وهم اللي يقفوا مع الشعب وليس ضد الشعب نوفمبريين الحقيقيين هم اللي حرروا الوطن والشعب وليس يقدسوا الرونجيرس والجنرالات آه في نقطة أخرى أيضا اليوم تسمعهم يقول لك الانتخابات ما الانتخابات الانتخابات ما الانتخابات شوفوا هذا اللي راهم يقدسوا الانتخابات تاع 4 جويلية هاي مش راح تتم راني نقولها لكم لكن صدقوني غدوة سواء يقول لهم القايد صالح ولا بعد الإطاحة بالقايد صالح لأني مقدر أن الإطاحة هي الأقرب الآن يعني القايد صالح ما بقالوش كثير لكن سواء بقى ولا طاحوا به بعد أسبوع عشرة أيام عشرين يوم يقول ما كانش انتخابات نفسهم رايحين يقدسوا واش يقول قايد صالح يبروا له واش راح يقول يقول لك لا عنده الحق واخيرا الى اخره فاحتفظوا برك واش يقولوا سجلوا لهم هذه الكلمات هذا التقديس لانتخابات 4 جويليه نحن مع الانتخابات لو كانت انتخابات حقيقيه لكنها انتخابات مزوره بن صالح يصنع انتخابات هذا بن صالح في 94 كان في مرحله انتقاليه في 2011 كان زعم مع المرحله الاصلاح والانتقال ولا 2019 يعود نفس الفاسد المفسد وزير داخلية بدوي يدير انتخابات وهو الذي آخر أعماله المجرمة زور ستة آلاف ست ملايين ست ملايين زورها بدوي وجود قول لنا يدير انتخابات هذا اللي تسموه رئيس الحكومة رئيس لصوص ثم يضيف لك يقول لك اه يا هذا يحب يقسم الجيش لماذا نقسم الجيش لاني وضعت صور تاع جنرالات موجودين في الانترنت موجودين في جوجل انا فقط وضعتهم باش الناس يعرفوا شكون يحكمهم فقط تحبوا يحكموكم ما تعرفوهمش تحبوا ديرونا كيما توفيق خمسة 25 سنه الجزائريين ما يعرفوش ما عدا الصور اللي خرجنا عليه لماذا ما دام راهم يحكموا القرار في ايديهم واللي ديسيدور كما قال محمد بوضياف تعرفوهم وكاين اللي يقول لك اه, آه يحبوا يطيحوا القايد صالح ولا طيحوا القايد صالح طاح الجيش يو هذا الجيش اللي كان يطيح جنرال منه ويطيح الجيش هم الجيش اذا كان جيش راكم تقولوا لنا كما من اللي كانوا يقولوا لنا على بوتفليقه الا راح بوتفليقه يطيح الجزائر ها راح بوتفليقه ما طاحش الجزائر بالعكس او الشعب يتحرر يروح بوتفليقه وتتخلط ها راح بوتفليقه وما تخلطتش بالعكس الشعب هذا وين بدا يفهم بقوته انتم نفس الشيء اليوم هذه عباده انتم تقدسون الحاكم انتم لا شرف لكم انتم لا كرامه لكم انتم تقدسون الحاكم تقدسون القوي ضد الضعيف انا مع الضعيف انا مع المستضعفين انا مع المساكين وكان يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني من المساكين واحشرني مع المساكين. اللهم احشرني مع المساكين. اللهم اجعلني اموت وانا مع المساكين، مع الفقراء، مع المستضعفين، مع المفقرين، مع المعطلين. بلاد كامله عطلتوها. بلاد كامله عطلتوها يا تافهين. وانتو تتعبدوا ب ب سراق بلصوص قايد صالح ملياردير ربما حتى بالدولار هو وأبناؤه وأصهاره عنابة داوها ولي عنابة من قتلوا ولي عنابة من قتلوا مش ابن القايد صالح لو كان جات فيه ذرة شرف هذا القايد صالح لو كان جاب ابنه وقال ها نقدموا للعدالة سارق وقاتل قدسوه ما تخافوش من ربي ويلكم من يوم، ويلكم من يوم تسألو تسألون فيه عن تقديس الحاكم الظالم القاتل الطاغية، ويلكم! سيسقط القايد صالح، وستسقطون معه تحت أقدام الأحرار. مجازاً، لأننا لا نريد أن يصلكم أي شيء أذى، نحن لا نؤمن بالعنف. سلمية سلمية اليوم وغداً، سلمية إلى الأبد بإذن الله. والجيش جيشنا. والشرطة والدرك إخوتنا الجيش نتاعنا والقايد خاننا هذه قاع شعارات سترفع هذه الجمعة أيضا أنا ليس لدي أي مشكلة شخصية قلتها مليون مرة بيني وبينهم مشكلة بيني وبينهم والوطن ما دامهم يستضعفون الشعب مادامهم ينهبون الوطن مادامهم يخربون البلاد مادامهم يضعفون الجزائر مادامهم عملاء عند الامارات وعند غير الامارات لن نرضى بذلك نحن الاحرار شعب جزائري اغلبيته احرار شرفاء خرجت الناس بالملايين وانتم تقزمونهم تقول اه هذا الشعب لا يعرف ما زلت تقولوا الشعب لا يعرف ما هو الشعب أعطاكم دروس يا سفهاء ومعهم واحد السفيهه دايره سيرك دايره سيرك مع مع زوجها وكذا يعني هذا زوج ولا راجل ولا مش عارف منين هذا دايره واحد الشيء سكتشات رمضان مش كيما هكذاك عجيب سيرحل القايد صالح اسمعوا الله من فوق سبع سماوات قالوا انك ميت وانهم ميتون تعرفوا من قال هذا الكلام قالها لسيد البشر، قالها لخير من خلق، قالها للمؤيد بالوحي، بالقرآن، بجبريل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن مع ذلك قال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. "وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يريد ثواب الاخره نؤتيه منها، وسنجي الشاكرين". وقبل هذه الايه قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات وقتل انقلبتم على اعقابكم؟ ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجي الله الشاكرين. سيجل الله الشاكرين. لن يزجي. إلا نارا أولئك اللحاسين للرونجيرس أولئك الفاسدين المفسدين اللي راهم من أجل دراهم معدودة أو من أجل أن يدعوه بعضهم سفهاء ويدعي بعضهم أنه بروفيسور وأنه دكتور سفيه يقدس في الرونجيرس كان المفروض أن يحرر الشعب أن يساهم في تحرير الشعب كانوا ضد الشعب ضد 22 فبراير ثم أصبحوا الآن ينظرون على الشعب ينظرون وبعضهم حتى لما طرد من الجيش قبل 25 سنة ما زال يقدس الرونجيرس بعضهم يريد أن يعود جنرال وهو تجاوز الستين سفهاء سفهاء ما يحشموش والله لولا الخجل لا خرجنا أشياء فضحتهم إلى يوم الدين لكن لدينا كرامه ولدينا بعض الحياء من بعض اخواننا اخواني كونوا مع المظلوم ولا تكونوا مع الظالم ابدا فان للظالم يوم ولمن يدعم الظالم معه أيا كان هذا الذي يدعمه حيا الله الحرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله